السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو خاص بالناس اللي عندهم فيسبوك وكيستعملوا الفيسبوك. دار واحد الخاصية جديدة فهاد لاميزاجور الأخيرة هي أنها تجسس عليك. كتدخل في وسط ليزابليكاسيون ديالك وأي حاجة درتيها كتسجل عندهم، لا موسيقى، ألعاب، كاع لي سيت اللي كتدخل ليهم كتسجل عندهم. باش نديرو ديزاكتيفي الخاصية غادي نمشيو لإعدادات الفيسبوك وغادي نديرو ديزاكتيفي لهاد الخاصية. غادي نمشيو لفيسبوك، عندنا هذا هو الفيسبوك. غادي نجيو لهاد ثلاثة الشراط هنا، غادي نوركو عليهم. غادي نزلو لتحت، غادي نمشيو لإعدادات والخصوصية، غادي نوركو عليها. غتخرجينا هاد الصفحة هادي، غادي نوركو على الإعدادات. غادي نمشيو ننزلو لتحت، غادي نمشيو لهاد البلاصة هادي، النشاط خارج فيسبوك، غادي نوركو عليها. غتخرجينا هاد الصفحة هادي، غادي نوركو على إلغاء رابط سجل، غادي نوركو عليه وغنوركو على هاد البلاصة هادا، إلغاء رابط سجل. تم إلغاء رابط نشاطك. من بعد غادي نجيو لهاد ثلاثة النقاط هادا اللي الفوق، غادي نوركو عليهم. غادي نجيو لتحت هنا، إدارة النشاط المستقبلي، غادي نوركو عليه. غادي ننزلو هادا لتحت، نزل لتحت إدارة النشاط المستقبلي، غادي نوركو عليه. هنا كما كتشوفوا معايا عندي هنا البوطون هادي زرقاء، هادي غادي نوركو عليها. وهنا غادي نوركو على إيقاف التشغيل، غادي نوركو عليه. صافي، حنا دابا درنا إيقاف التشغيل. وصلنا نهاية الفيديو. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم إن شاء الله الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.